ستكون بعدك غربة ومرارة، والقلب من بعد الفراق سيضمحل، وستذرف الأشواق دمعة حزنها، وأعيش ما بقيت ليالينا بقلب مرتحل. ستكون بعدك غربة ومرارة، والقلب من بعد الفراق سيضمحل، وستذرف الأشواق دمعة حزنها، وأعيش ما بقيت ليالينا بقلب مرتحل. لا ترتحل، لا ترتحل، لا ترتحل، لا ترتحل. يا آدم الحاني ويا شطري، ويا من كنت في ليلي ضياء بدر مكتمل، أرأيت إن فقدت سماء الله يوما بدرها، واستنكفت أنسامها وغدا الضياع، فما سأل أترى ستفرح بعد ذلك في الحياة وتستقر، أترى ستبعث نورها حبا بسحر مكتحل، أترى ستفرح بعد ذلك في الحياة وتستقر، أترى ستبعث نورها حبا بسحر مكتحل. لا ترتحل، لا ترتحل، لا ترتحل، لا ترتحل.
السماوي مع الأبرار والصديقين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآب وإلى الآب. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي ونشكرك مع الثاني بعهد مقدسة ونمجدك وأباك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. Thank you.
أرحم المتضايقين، فرج عن المكتوبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الوعاد، قدس الكعنة، لقي الشمائس، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام عن الأرامل، أبعد الكوراد، لا شم فتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحم في الملكوت السماوي، فنعيش مع الذي لا ينفد ونرفع المجد إليك وإلى أبيك الكبار وروحك الحي القدوس إلى الأبد. Oh.
فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما وذلك يسير. المجد للسيد بولس والرسول واتكلم روح الله على القارئ والسامعين وعلى هذه البعيرة المباركة وأبنائها الحاضرين والغائبين إلى الأبد. يا إخوتي، لا يكن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم الشريعة، لأن الوصايا لا تزل، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتري، وأي وصية أخرى تختصرها هذه الكلمة: أحبب قريبك كنفسك. إن المحبة لا تصنع بالقريب شرا، إذن فالمحبة هي تمام الشريعة. وإنكم لعالمون في أي وقت نحن، لقد حانت الساعة لتستيقظوا من النوم، لأن الخلاص أقرب إلينا اليوم مما كان يوم آمنا. لقد تناهى الليل واقترب النهار، إذن فلنطرح أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور ولنسلك سلوكا لائقا كما في وضح النهار، لا في الكسوف والسخري، ولا في الفجور والفحشاء، ولا في الخصام والحسد، ولا تهتموا بالجسد لقضاء شهواته، بل البسوا الرب يسوع المسيح والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فأصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون أيها السامعون، لأن المجيب المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الخير. باسم الآب والابن والروح القدس آمين. قال لوقا البشير: إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع في أيدي اللصوص وعروه وأوسعوه ضربا، ومضى وقد تركوه بين حي وميت.
وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق، ورآه فمال عنه ومضى، ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه فمال عنه ومضى، ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه فتحنن عليه ودنا منه وضمد جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك، حقا والأمان لجميعكم. المسيح يسوع المسيح والبركة، من أجل تمامه الخير. المسيح يسوع التسبيح والبركة. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. إخوتي الأحبة، من بارك الرب يسوع على أنهار الجديد يلي أعطانا إياه. نحن اليوم بالأحد والأسبوع السابع عشر من زمن العنصرة المجيد. هيدا الأحد هو الأحد الأخير بهيدا الزمن، لأنه نهار الثلاثة إذا الله راد بيصادف 14 أيلول عيد ارتفاع الصليب المجيد. ومع عيد الصليب منبلش بزمن جديد هو زمن الصليب. سمعنا كلنا سوا إخوتي الأحبة هالحوار يلي صار بين عالم التوراة والرب يسوع. كان كل سؤال يسأله عالم التوراة الرب يسوع يجاوب عليه بسؤال، حتى وصل إلى السؤال: من هو قريبي؟ وهون الرب يسوع أجاب على هالسؤال بمثل كلنا بنعرفه، هو مثل السامري الصالح. قبل ما أتأمل أنا وياكم على جواب الرب يسوع ولوين كان بده يوصله لعالم الشريعة ويوصلنا لإلنا نحن اليوم، رح قلكن إنه الرب يسوع بأغلبية أحاديثه يلي صارت مع الجموع كان يكلمهم بالأمثال، والأمثال طريقة تربوية اختار الرب يسوع بهداك الزمان حتى من خلالها يعلم الجموع. وبتركز الأمثال على أشخاص معينين بيكون هالمثل عم يحكي عنهم. ونحن لما نسمع المثل علينا أن نتأمل فيه ونختار الشخصية يلي بتناسبنا ونحط حالنا مطرح هذه الشخصية يلي بتكون بقلب المثل. بداية إخوتي الأحبة، الرب يسوع ركز على شخصيتين بمثل السامري الصالح. شخصية السامري ويلي هي الشخصية الأساسية بهالمثل، والشخصية الثانية هو هالجريح يلي تعدوا عليه الشطوه، كل شيء بيملك ضربوه وتركوه مرمي بين حي وميت. لما نجيب سيرة السامري الرب يسوع ما خبرنا
مين هو هالسامري؟ ما أعطانا اسمه، ما خبرنا شيء عن شخصيته، وما قلنا وين كاين ولوين رايح. كل يلي أراد إنه يخبرنا إياه الرب يسوع هن الأعمال يلي عملهم السامري، هيدا السامري الصالح لما مرق بهيدا الوادي، وهيدا الوادي بين أريحا وأورشليم، وادي مقطوع بقلب الصحراء، يعني هونيك المكان المناسب إذا في حدا من اللصوص بده يتعدى على حدا، هيدا هو المكان المناسب يلي بيقدروا هاللصوص هودي يتعدوا على الناس لحتى يشلحون مصرياتهم وياخدوا منهم كل يلي بحوزتهم. فإذا الرب يسوع ركز على عمل السامري مع هالإنسان يلي مرمي إلى جانب الطريق. بيقول رآه، رأى هالإنسان هيدا، شفقوا قلبه عليه وتحنن عليه واقترب منه وضمط له جراحه وسكب عليها الخمر والزيت حتى يداوي هالجروح. حمله حطوا على الدابة تبعه وراح فيه إلى الفندق، نزلوا وحطوا بالفندق وطلب من صاحب الفندق إنه يهتم فيه، وأكثر من هاي أعطاه دينارين وقال له بكرة بس ارجع بعطيك أكثر، المهم أنت اهتم فيه وشو ما بتعتاز أنا حاضر. فإذا أخوتي الأحبة، جملة طويلة عريضة من الأعمال يلي عملهم السامري الصالح مع هيدا الإنسان يلي كان بين حي وميت. فإذا الرب يسوع أخوتي الأحبة لما وصل بالمثل لعند هيدي النقطة بالذات أخذ وقته وعلى قلية من مهله شرح شو عمل هالإنسان السامري مع هالإنسان المجهول، مع هالإنسان يلي حقيقة هو بحاجة لمساعدة. هيدا الشيء أخوتي الأحبة بخلينا أنا وياكم اليوم ناخد كل واحد لذاته، إنه العمل مقابل محبتنا هو المطلوب. ما بكفي أنا أقول إني بحب قريبي، مين مكان هيدا القريب؟ ما بكفي أقول إنه أنا بقلبي في محبة، ما بكفي أطلع وأشرح قديش أنا بحب الناس، قديش أنا حقيقة هيدي المحبة عم تاخد من حياتي وعم تاخد من وقتي. يلي بكفي إخوتي الأحبة وهيدا المطلوب منا كلنا سوا نحن اليوم أنا وإنتو، إنه نخفف كلام ونكتر أعمال بحياتنا. هيك عمل السامري وهيك نحن المطلوب إنه نعمل اليوم. الكلام ما فينا نترجمه بحياتنا إلا بالأعمال. وبيقول صاحب الرسالة فرجيني إيمانك بأعمالك، هيدا هو المطلوب منا اليوم. ومثل السامري الصالح كان الجواب الحقيقي على سؤال من هو قريبي. نستنتج إنه قريبي هو كل محتاج، نعم، ولكن الرب يسوع ما وقف هون، كمل وسألوا لعالم التوراة. من بين هودي الثلاثة يلي شافوا هالإنسان المجروح، الكاهن واللاوي والسامري، مين كان قريبه لهالإنسان يلي بحاجة لمساعدة؟ رد عالم التوراة وقال يلي صنع إليه الرحمة. إخوتي الأحبة، هيدا الجواب أراد من وراء الرب يسوع يقلنا إنه السؤال من هو قريبي هو سؤال خطأ، هو سؤال غلط لازم نحن نسأله. السؤال المزبوط وكل واحد منا لازم نسأله، مين أنا؟ قدام كل إنسان
بحاجة قدام كل إنسان مجروح، قدام كل إنسان بحاجة لمساعدة حتى نوقف حده. أنا اليوم الإنسان المسيحي المؤمن، مين أنا قدام كل هالأشخاص يلي هن بحاجة لمساعدة؟ يلي بيعمل، يلي بنعمل معه الرحمة. وهون منتذكر كلنا سوا كلام الله لقلنا بالكتاب المقدس: أريد رحمة لا ذبيحة. وإذا بدنا نسأل حالنا هيدا السؤال: من أنا اليوم بهيدا الوضع المأساوي يلي عم بعيشه مجتمعنا بلبنان، قدام هالكمية الكبيرة من الأشخاص يلي هن حقيقة بحاجة إنه نوقف حدهم، وبحاجة إنه نساعدهم، وبحاجة إنه نشوفهم بعيوننا ونروح نعمل أعمال رحمة كتيرة لألهم؟ منلاقي إنه في كتير أشخاص ما بدنا إلا بس نحنا نشوفهم بحياتنا ونجي نوقف حدهم ونكون مثل هالسامر هيدا يلي وقف اليوم مع الإنسان المجروح، مع هالإنسان يلي عم بيموت وهو بحاجة لمساعدة حتى نحمله بين إيدينا ونوصله مطرح ما لازم يوصل. إخوتي الأحبة، عم نذكر اليوم المرحوم عيد مع المرحوم أنطوان، المرحوم عيد يلي له 40 يوم منتقل من بيناتنا. أنا وياكم منعرف كتير منيح إنه بحياته ما كان يحكي كتير ولكن كان يفعل مع القريب ومع البعيد. وهيدي حال عيالنا بهالرعية المباركة، هيدي حال أبنائنا بمرمرون جزين، كلامه قليل ولكن بيفعل. ونحن منعرف كتير منيح أصحاب هالأيادي الطيبة والخير يلي عم يوقفوا مع صندوق المحبة بالرعية، يلي عم بيكونوا إلى جانب المؤسسات الخيرية يلي عم بتساعد بالرعية، كاريتاس ومر منصور. حقيقة أهلنا ما عم بقصروا أبدا، ما عم يحكوا ولكن عم يفعلوا. ومن هيدا الأذبح بالذات عم بدعي كل الناس يلي هن موجودين، أهلنا بالرعية وخارج الرعية، اليوم هو الوقت المناسب تنوقف إلى جانب بعضنا. صحيح إنه الحاجة كتير كبيرة، ولكن من فلس الأرملة قادرين إنه نساعد بعضنا البعض ونوقف إلى جانب بعضنا البعض. بهالأحد المبارك نرفع صلاتنا للرب يسوع يلي هو كان السامر الصالح معنا نحن البشر، نزل من السماء، تجسد بيناتنا، قدم دمه ذبيحة على الصليب حتى يوقف حدنا، لحتى يساعدنا ويشفينا من كل أمراضنا ويعطينا الخلاص الحقيقي تنوصل إلى الحياة الأبدية. هيدي الحياة يلي كل واحد فينا عم بيشتغل هون على الأرض تينالا بالملكوت السماوي. فإذا الشكر للرب يسوع يلي هو دائما حاضر معنا بشجعنا وبقوينا حتى نضل ثابتين بإيماننا ونضل ثابتين بأرضنا عم نعيش هيدا الإيمان هون على هيدي الأرض. الرب يسوع له المجد إلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله حي من الآب قبل كل إله، إله نور منه، إله الحق، إله مبرود الآب ساب الآب صعب الذي به معنا الذي من أجلنا ومن أجل مقاصد نزل من السماء وتجسد بالروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسان وصلب عنا على عهد الله تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وأيضا يأتي المجد العظيم
يا لي الأحياء والأموات الذي لا فناء له ونؤمن بروحك القدس رب العالمين فننبسط من الآخر الذي هو أعلى يشهد له المسلم اللهم يا يهوه وفي كنيسة واحدة جامعة مقدسة ونعتبر مسؤولية واحدة لمغفرة الخطايا ونتبشر قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي آمين. اجلوا الطيب حيله والمغتنم دفع في التلوث ويمسوه تيموت يعود البيت المسعود بهاي يحضر مرضى عليهم وزاكروا Lord.
في نسمات من محبتك لا تنقطع بكل رضا بشأنها، فرفع مجد الشكر إليك وإليك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أهل الكلام. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضف وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. Oh.
نقدم لك التسبيح المنتهلنا لا تسلمنا بسبب خطايا يوم تأتيك الأبرار والصلاة فلتعرف بنا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا لهذا نرفع إليك بعبدك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وقيامك ارحمنا يوم الأبرار ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناء الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها نؤتيها إياك نسبح إياك نسجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فأشرق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما نرى سعد الأحبان ينخلق فيه روح الحي القدوس ويحل على هذا القربان موضوع تقديسنا فلنقف صدينا خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وانزل علينا وعلى الذي اقترع به روحك الحي القدوس فيعبدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب ولياتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان وطلبتنا ومنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك أحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابارون ومارك شارا بطرس بطريركنا الانطاقي ومار مارون مطراننا وعبد الكهنة والشمامسة وخدمة في عهدك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا من أجل الحكام والمسؤولين لا سيما المستهترين والفارغين من كل حس إنساني وبشري
في بلادنا والعالم أجمع. نصلي يا أبانا السماوي، ذكرهم أنهم أداتك على الأرض، وأن السلطة ليست تسلطاً بل خدمة، وأن الرئاسة ليست مراكز بل محبة. نسألك يا رب، معك يا أبانا أضحى للمحبة مفهوم مختلف. بدل البغض تجاه الأعداء زرعت الرأفة في قلوبنا، وبدل الحقد على المضطهدين درست الرحمة في نفوسنا. هبنا أن نكون سندا لكل إنسان يعيش نسفا في إنسانيته. امنحنا القوة لنبحث عنه ونضعه في المكان الأول في حياتنا، لأنه الطريق الحقيقي الذي يقودنا إليه. نسألك يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي مع قداسة البابا فرانسيس على نية أن نختار نمط حياة بسيطا ومستداما، وأن نفرح بوجود شبيبة تلتزم بهذا النمط بحسم شديد. نسألك يا رب. لأجل كل من فقد غاليا على قلبه نسأله العزاء منك يا أبانا، ولأجل موتانا وجميع الموتى المؤمنين نرجو السماء بدمعة ملؤها المحبة. نسألك أن ترافق الذين أضاءوا حياتهم خدمة ورحمة وعطاء، وتمتعهم بأنوار مجدك الأبدي، غافرا خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الان والى الابد. الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
السلام لجميعكم. مراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. وعلى كل واحد بالكمال والنقاوة والقداسة. يا الله القدوس ابن الله القدوس روح الله القدوس لا يكفر يا الله السلام والله له المجد الى الله. أهلنا أيها الرب الإله عن تقدس Thank you.
ومن قبل أن نولد عرفتنا وميزتنا عن سائر المخلوقات.
صلاتك خلقنا، حياة أبدية منحتنا، أبناء لك وأخوة سميتنا، ورسلا لكلمتك جعلتنا. نشكرك لأنك أعطيتنا قلوبا لنحب بها حتى أعدائنا، وأيادي لنخدم بها إخوتنا. ننحني أمامك أيها السامري الصالح الذي داوى جراحنا وما زال يعتني بها. قدمت ذاتك عنا وتركت لنا جسدك ودمك مأكلا ومشربا، عربون فدائك وخلاصك الأبدي. لك منا الشكر والحمد مع أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. إخوتي الأحبة، عائلة خينا المجموعين، تشكر كل الأشخاص يلي وقفوا إلى جنبها بهالوقت العصيب يلي منك فيه، وسؤول صلوا لراحة نفس فقيدنا الليلة المرحومين، والعائلة تطلب منكم إذا بتعملوا معروف تفكوا الحداد، إن شاء الله بتكفيكم بالأفراح، وهي بعد رتبة وضع الرسول رح تتقبل التعازى بالقاعة إلى يمين الكنيسة. نشدد عليكم نحافظ على التباعد الاجتماعي، ما في قبل ما في سلامات. المسيح قام حقا قام. بدنا نذكركم اذا بتعملوا معروف بداديس عيد الصليب بكره الاثنين القداس رح يكون هون بمرمرون الساعه 6 مساء مع رتبه تبريد او مي، وبعد القداس في عنا زياح الصليب رح يكون السنه بالسيارات بينطلق من هون من كنيسه مرمرون وصولا الى الصليب يلي بمحله الشقيق. يوم الثلاثاء يوم العيد في عنا قداس صباحي الساعه 9:30 الصبح بكنيسه مار يوسف، والساعه 6 المساء هون بكنيسه مار مرمرون، ودائما مع القداس في رتبه تبريد المياه. وكل عيد صليب وانتم بألف خير. السلام لجميعكم. اذهبوا بسلام يا اخوتي واحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الله، وتصحبكم بركه الثالوث المقدس، الله الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد له المجد الى الابد. Oh,
المجد للآب والابن والروح القدس كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. الله يرحمه ويطول عمره. يا من يموت سلطانة الجبال والمغار وملكة دونك من العظيم الذي وفيك مجده وجهه دون نكير يا الله طار مقامك Thank you.
لا ترتحل لا ترتحل لا ترتحل لا ترتحل لا ترتحل.